معانا على التليفون دكتور طارق فهمي، استاذ العلوم السياسيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا سياده النائب، اهلا ازاي بحضرتك. صحه زي حضرتك يا دكتور. دكتور، الله يعني يخليك يا رب. عايز اعرف من حضرتك زي تحليل لهذه الزياره ومضامين التصريحات التي خرجت من هذا اللقاء اللي جمع ما بين فخامه رئيس الجمهوريه وما بين المندوب المفوض السامي للامم المتحده لشؤون اللاجئين. هو بالتاكيد طبعا كما تعلم فليمو جراندي بيقوم بزياره ميدانيه للقاهره، وقام بتفقد المنافس بيننا وبين الجانب السوداني، وهو يربط بمصر علاقة جيدة من خلال الاتصالات والتعاون الممتد بين مصر وبين مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وأعتقد أنه الزيارة فيها ميداني وفيها جزء سياسي، في تقدير كبير للدولة المصرية على الجهود اللي بذلتها على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين، وطبعا ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح. احنا بطبيعة الحال سيادة النائب بنعتمد فعلا على فكرة الرؤية الشاملة أو المقاربة الشاملة للتعامل مع التحديات وتسوية النزاعات، سواء كان بالنسبة لمناطق التماسك الاستراتيجية أو بالنسبة للأزمات والصراعات. وعندنا أيضا قوات حفظ السلام مشاركة في العديد من المناطق في القارة الإفريقية وفي العديد من المناطق اللي فيها صراعات. أعتقد أنه إشادة المفوض السامي للأمم المتحدة بمحورية الدور المصري ودور مصر في استضافة أعداد كبيرة جدا من اللاجئين مهم جدا سيادة النائب، لأنه هو بيركز على الجهود الإقليمية والدولية، مش في مساعدة الوافدين من السودان بس، لكن من الجنسيات الأخرى، وبالتأكيد في توافقات بين الموقف المصري وبين المفوضية بشأن تحميل المجتمع الدولي والجهات المانحة انها تقدم العون والمساعدات للدول المستضيفه للاجئين. احنا عندنا مبادئ وقيم ومرتكزات في ممارسه التعامل مع قضيه اللاجئين، لم نسيس هذا الملف سياده النائب كما تعلم، وسيستها دول في الاقليم كما تعلم طبعا. لا نريد ان نقول اسماء، لكن بطبيعه الحال سيادتك تعرفها، وهذه الدول بطبيعه الحال جنت ثمار معينه في مراحل معينه. اخلاقيات الدوله المصريه الكبيره وقيادتها السياسيه وحكومتها وشعبها تتعامل من منطق اخلاقي مع هذه الظاهره، وبالتالي اعتقد ان في جهد في تعزيز تعاون بين مصر والمفوضيه، واعتقد انه حاله الامان والاستقرار اللي بتعيشها البلاد بتدفع بطبيعه الحال للتعامل مع هذه الظاهره من مقاربه مختلفه. اعتقد انه في تقدير كبير للموقف المصري وفي تقدير للجهود المصريه التي بذلت وتبذل حتى الان. طبعا إشادة المفوض بالأجهزة المصرية في التعامل مع هذه الظاهرة، لأنه بطبيعة الحال هي ظاهرة ممتدة وظاهرة تمثل يعني لها أبعاد كثيرة، مش أمنية فقط لكن أيضا اقتصادية وتحميل على الموارد وغيره، لكن في النهاية ربما يكون يعني رؤية القادة السياسية لهذا الموضوع هي الأشمل، الحديث عن المقاربة الشاملة للتعامل مع هذه الظاهرة في هذا التوقيت. طب دكتور طارق، سؤال كمان، وأنا عارف حضرتك مشغول جدا، لكن الكيفية التي أدارت بها مصر هذا الملف أو الملفات الخاصة باستضافة النازحين اللي بيعانوا من صراعات مسلحة أو أزمات إنسانية وما إلى ذلك، هل هذه الكيفيات من الممكن بعد هذا اللقاء أن تساعد في حلحلة ما أسماه الرئيس إدارة أو إدارة الدول المانحة لهذا الملف من مسألة الدعم المقدم للاجئين، ولا هنظل برضو يعني لا زالت ما بيننا وما بين الدول المانحة الكثير من المناقشات؟ مش بتكلم بس على مصر، ولكن مصر أيضا أظنها تتحدث بالنيابة عن إفريقيا بالكامل. هو بالتأكيد حديث مصر وحديث القيادة السياسية للمقاربة الشاملة بضرورة تحميل المؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية اللي بتقدم مساعدات لتكون لها دور في هذا الإطار، وبالتالي حتى المفوض السامي سيادة النائب أشار لهذا، أنه لابد للجهات المانحة تقديم المساعدة للدول المستضيفة والمتأثرة بحالات النزوح. وبالتالي أعتقد أنه الرؤية المصرية الشاملة تمضي في سياق موقف إقليمي ودولي، لأنه بطبيعة الحال هناك طبعا وقائع في أفريقيا كثيره، مش في مناطق الحدود ومناطق تماس بس يا سياده النائب، انت تتحدث عن صراعات ممتده، صراعات بنيويه، صراعات هيكليه، وبتتحدث هنا عن ايضا دور مصري كبير في حلحله هذه الازمات والمشكلات، واعتقد دي مهمه جدا. ايضا احنا دورنا حاضر في تسويه الصراعات من خلال قوات حفظ السلام، ودورنا دور مصر دور شامل فقط ليس في التعامل مع هذه الظاهره. ايضا يعني هذه الازمه ترتبط بازمه النزوح
الهجرة الغير شرعية ضبط الحدود، بتتكلم في إجراءات، بتتكلم على مهنية الأجهزة، بتتكلم على قدرة بارعة في التعامل مع التطورات بصورة أو بأخرى. ولهذا مفوض النهاردة السامي للأمم المتحدة أثنى على الجهد المصري اللي هو يعني وصفه أنه مهني وبيتمتع بقدر كبير من المهنية في ظل طبعا الاستقرار الأمني والسياسي للدولة المصرية. أشكرك جدا يا دكتور طارق، مش عايز أعطلك أكتر من كده، كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.